طيب نرجع عشان لانه مهم اللي اتقال كمان النهارده، لانه زي ما بقول لحضراتكم احنا بندور من خلال المداخلات الناس بتشتغل ازاي، يعني الرئيس بيفكر ازاي، المعاونين بتوعه بيشتغلوا ازاي. فخلينا ناخد يا شباب مداخله اخرى من مداخلات الرئيس النهارده. انا كلمت على الطرق القديمه، والكلام ده كلمت على سواء كان على مستوى المحافظات داخل المحافظات او داخل او الربط بين المحافظات او الطرق الجديده، مش هكلم على الطرق الجديده، ولكن خليني اقول ان احنا كمان محتاجين ان تطلع لجنه تاخد شهر او اكتر تراجع شبكه الطرق القديمه اللي موجوده في الدوله وكفائتها وتحطنا في الصوره. اللجنه دي من الاسكان ومن النقل ومن الهيئه الهندسيه ومن الكليه الفنيه ومن الرقابه الاداريه، وفي خلال شهر تقول لنا احنا فين وتكلفه رفع الكفاءه دي هتحتاج مننا قد ايه. اللي تقدر المحافظات تعمله واللي نقدر احنا نعمله بحيث ان احنا نعمل نقله في حياه الناس. انا بتكلم مش على شبكه الطرق الجديده، انا بتكلم على القديم، غير حتى اللي مخططات الدوله انها ترفع كفاءته خلال العام المالي ده، لا انا بتكلم اكتر من كده داخل. وزي ما قلت كده ان في ناس كتير جدا بتشتكي من زي ما قال الشاب كده، قال تهالك الشبكة القديمة. لا احنا مش هنسيب حاجة اسمها متهالكة. طب هنعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف، انا مش عارف، لكن لازم نعملها وما نسيبش كده وما نخليش حد عربيته تتكسر او عجلته ولا الموتوسيكل اللي راكبه ولا بتاع يتبهدل كده، لا طبعا. وبالتالي انا عايز خلال شهر، معرفش شهر كتير ولا مش كتير، لكن خلال شهر ناخد تمام بالموقف بمنتهى الأمانة. وبالمناسبة أنا هعرضه كده، هعرضه قدام الناس في مصر كده. احنا شايفين كلنا ده، احنا وانا ده انا منكم وكنت عايش في الكلام ده وشايفه وعارفه كويس، بس احنا مش هنسيبه كده برضو. زي ما اتكلمنا عن كده يبقى اللجنة دي يمكن تكون برضو من ضمن بنام بتبص تراجع لي الكباري اللي عمرها اكتر من 10 سنين وتتأكد من مستوى الكفاءة والصيانة اللي فيها والسلامة اللي موجودة فيها. الكباري اللي اكتر من 10 سنين من فضلكم، احنا الكلام ده كنت انا قلته من 4 سنين في بداية الفترة الاولى، وقلت يا جماعة بصوا على الكباري، وكنت بقصد بيه ساعتها الكوبري بتاع اللي هو اللي جاي بتاع شارع رمسيس اللي هو معلق يعني، على اساس ان هو ليه ظروف. فانا بتكلم على كل الكباري اللي اكتر من 10 سنين نتاكد وناخد شهاده من اللجنه دي بان الكباري دي صالحه وما فيش فيها اي مشكله، او فيها مشكله نعالجها يعني. المهم هنا ايه في الكلام ده اللي بيقوله الرئيس؟ وكأني قدام تجديد للعقد الاجتماعي اللي هو يا جماعة احنا شغالين مع بعض. هو لما بيقول طب هنصلح ده ازاي ما عرفش، لا هو عارف، بس هو بيتكلم لما كان بيتكلم مع الشاب اللي هو اسمه احمد على الكوبري، على محور بتاع قوس، كوبري قوس في قنا، فقال له ايه اخبار شبكة الطرق الداخلية في المحافظة. فهو الشاب بكل تلقائية قال له هل كان، هو مسك في هلكانة دي، مسك في هلكانة وبدأ يتكلم مع المحافظين وبدأ يتكلم مع الناس انه الناس لازم يتعاونوا، وهي دي النقطة الجديدة يعني توقعوها كده قريب. بعد هذه اللجنة ما هتعمل اللي هو كلفها الرئيس المشكلة من الاسكان ومن النقل ومن الهيئة الهندسية في القوات المسلحة والرقابة الادارية، عشان خلال شهر يعملوا تقرير عن حالة الطرق الداخلية في مصر وحالة الكباري القديم. وهنا برضو نقلة انه احنا ما بنشتغلش جديد بس، ما احنا برضو بنراعي، لان هي مشكلة مصر الاساسية في الصيانة، مشكلة بيوتنا في الصيانة، مشكلة شركاتنا ومؤسساتنا في الصيانة، نجيب الحاجة ونسيبها لحد ما تبوظ ما نعمل لها الصيانة. هنا هتلاقي اللي جاي هيقولك طيب احنا محتاجين كم مليار عشان نجدد الطرق الداخلية ونجدد الكباري ونشوف محتاجين كذا. هيبقى في فكرة التعاون انه الدولة تقدر توفر كذا والناس يقدر يوفروا كذا. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة، ده هياخد وقت شوية، يعني احنا على ما نتعود كشعب
كلنا يعني على ما نتعود انه انت كل حاجة حتى الطريق اللي بتمشي عليه بتدفع فلوس عشان الطريق يبقى كويس. احنا ما كناش متعودين على كده يعني، ما كناش متعودين لعقود كتير على كده. هتقول لي طيب ما هو في فجوة ما بين اللي انا قاعد بدفعه واللي مطلوب مني ودخلي، فاقول لك المنظومة هتبقى متكاملة، لانه لما المشروعات دي تقول وتشتغل والمصانع تشتغل والاقتصاد يزيد فدخلك هيزيد، فمش هتحس بيه الفجوة. وده كلام مش نظري يعني، ما بقولوش نظر. فهنا ده جزء مهم جدا، وكأنه افتح سيسي بيقول للناس انا موجود وانتوا كمان لازم تبقوا موجودين. تجديد للعقد الاجتماعي الذي جاء به عبد الفتاح السيسي عندما قال قبل ان يصبح رئيسا كل ما املكه هو العمل وكل ما اطلبه منكم هو العمل. العقد الجديد ده، العقد الاجتماعي الجديد ده بيننا وبينه هياخد شوية تعب، هياخد شوية تعب، بس في الاخر هنبقى شعب محترم جدا، شعب راقي جدا، شعب ما بتاخدش حاجة ببلاش، شعب لما بتاخد حاجة بتدفع تمنها، ولما هتبقى عارف انك بتدفع تمن كل حاجة فمش هتتكاسل، هتشتغل اكتر، لانه احنا ما بنشتغلش كويس. يعني احنا كشعب في العموم مجهودنا قليل، اللي بنبذله من مجهود قليل. فاعتقد انه دي رسائل كانت مهمة جدا، وكان في تكليفات واضحة جدا للحكومة النهاردة، اعتقد انه الناس كانوا شهود عليها. وخلينا ناخد يعني اقول لحضراتكم كده اهم التكليفات عشان نلخص اليوم. ليه؟ لانه هذه التكليفات لما حضراتكم هنفتكرها. فالرئيس طلب ايه من الحكومة؟ طلب ايه من المحافظين؟ طلب ايه من الوزراء اللي داعب بعضهم؟ يعني في محافظة الاسماعيلية مثلا المحافظ سقف كتير قوي، فقال له يعني يا سيادة المحافظ مش هنقعد نسقف للصبح. في ناس طلعت وقال لك بيحرج المحافظ. بيحرجش المحافظ، لانه الحالة اللي الناس بتبقى موجودة فيها في قاعة الاحتفال بتبقى مختلفة، بتبقى شايف الدنيا بتبقى فكة شوية. طيب التكليفات ايه واحنا يعني هنعرضها قدام حضراتكم؟ انه اول تكليف انه كلف وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسرعة صرف تعويضات للمواطنين ممن تم نزع ملكية اراضيهم. ده اول تكليف. تاني تكليف بإزالة التعديات والمباني على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها لمنع انتشار العشوائيات على جانبي هذه الطرق والمحاور. التكليف الثالث أنه أو كان تحذير لمسؤول الدولة من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل وكلف الحكومة بسرعة إزالتها. أعلن الرئيس النهاردة عن إطلاق مسابقة لتطوير الطرق في مدة من 3 لـ6 شهور. كلف المحافظين بالقضاء على المطبات في جميع الطرق والمحاور كل في محافظته. كلف المحافظين بتدبير الأموال والميزانيات لتنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمحاور. كلف بتشكيل لجنة تضم زي ما قلت الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية لمراجعة كافة الطرق القديمة على أن تنتهي من عملها خلال شهر بوضع قيمة مالية لثمن رفع كفائتها وصيانتها. كلف اللجنة دي بمراجعة الكباري اللي تجاوز عمرها 10 سنين للتأكد من سلامتها، ووجه بيه ضرورة الانتهاء من الدائري الأوسطي بكل كباريه بحلول 30 يونيو 2019. وكلف وزارة الري والمحافظين بتطهير النيل والترع من ورد النيل والأعشاب، ووجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات. وكلف محافظ القاهرة بمراجعة أعمدة الإنارة بطريق المطار، وكلف اللواء كامل وزير بإجراء تعديلات في كوبري محور التعمير بالأسكندرية. ليه بنقول التكليفات؟ لأنه هنا الناس لازم تبقى عين رقيبة على ما يقوله الرئيس للمسؤولين. وأنا بقول لحضراتكم هنا نوع من المشاركة السياسية، بس الناس تبقى فاهمة. يعني بلاش نسيب كل اللي بتقال وقيمته ونقعد نمسك في تفاصيل وحاجات، ونمسك في كلمة ونقعد نعلق عليها، ونمسك في مش عارف تصرف ونقعد نعلق عليه. لا، يعني كل ما أتمناه أنا من حضراتكم أن ننظر لما يحدث على أرض مصر بعين المحب، مش بعين الخصم أو بعين يعني الحاقد والحانق والكاره يعني. فلأنه البلد كده كده بتتقدم، وانا زي ما بقول لحضراتكم دي بلدنا بتاعتنا،
مش بتاعت الرئيس لوحده، مش بتاعت الحكومة لوحدها، مش بتاعت الوزراء لوحدهم، دي بلد الشعب المصري، والشعب المصري هو اللي باقي. اللي بيحصل ده الناس هي اللي تستفيد بيه.